تواصل أشواط هذا المساء، وهذا هو شوطنا الخامس. ورحبوا بمشاهدي قناة الريان الفضائية في كل مكان، ورحبوا بالمستمعين عبر أثير إذاعة قناة الريان الفضائية على 97.0 FM، وأيضا مستمعين إذاعة أثير الهجن على 88.6. مرحبا بالمشاهدين والمستمعين والحاضرين هنا على أرضية الميدان. هذا هو الشوط الخامس الثالث لفئة البكار، وأول كيلومتر ينقضي، وقناعة على المركز الأول من هجن الشحانية. قناعة المضمر حمد بن علي بن حلفان المضمر المبدع. المركز الثاني العنود لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب المضمر الموهوب. يتابع العنود في هذا الشوط مضمر الغارية، من حصلت على نقطة في السباق الماضي. الدور دور المركز الثالث، ومن تتقدم هنا غزلان من هجن الشحانية. يضمر غزلان المضمر المشاقب محمد بن خالد العطية اللي يعشق اسم غزلان. المركز الرابع تتقدم هنا مشغلة من هجن الشحانية، مضمر الذهبي سالم بن فاران المري. ننتقل من مشغلة اللي على المركز الرابع إلى المركز الخامس. هذه على الكادر التحتاني وتشاهدونها على الهواء مباشرة، تحمل الرقم 12 من الجانب الأقصى واسمها سلابة من هجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحبل الكريم في ندائنا الأول، ونتحول إلى مقدمة الشوط. ما زالت قناعة سيدة الموقف، ما زالت على المركز الأول من هجن الشحانية بقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان. تسيطر قناعة بشكلها الجميل وبأدائها الموفق، نتمنى لها ولهذا الشعار التوفيق، شعار هجن الشحانية، شعار العنابي الجميل، شعار الذي خطف الرموز في السباق الختامي الماضي في سابقة تاريخية لم يسبق لها مثيل أن تحتكر هجن الشحانية الرموز في موسم واحد. نتمنى لها التوفيق، ونتمنى لها مواصلة الإنجازات تلو الإنجازات في ظل الدعم الكريم والرعاية السامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم العنود لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، مضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب، وتتقدم أيضا مشغلة كانت في المركز الرابع وانتقلت إلى الثالث، وخطيرة مشغلة في هذا الشوط بشكلها الجميل وأدائها الفنان، ويرافقها مضمر عملاق، مضمر تاريخي، مضمر تاريخي. ياما حاز على السيوف وعلى الرموز بن فاران، هذا هو يتابعها في هذا الشوط من أجل الشحاني مضمر سالم بن فاران أحد الشباب. نتمنى له التوفيق ولإخوانه المضمرين. بينما المركز الرابع هنا غزلان اللي تغازل المقدمة، وديروا بالكم منها، ويرافقها لما لا ديروا بالكم من المشاغب، مشاغباته خطيرة في الأمتار الأخيرة. هذه غزلان لا تأمنونها يا مضمرين، هذه على المركز الرابع من هجن الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية. المركز الخامس تتقدم فيه بصمة، مرحبا ببصمة وبهذا اسم الجميل، بصمة تريد أن تضع بصمتها على هذا الشوط، توقيع وبصمة أيضا بالعشر بنبصم لك يا سلطان. فازت الكيلومتر الأخير يا مضمرين، بدأ الانطلاق وبدأت قناعة وتلاحقها مشغلة جنبا إلى جنب، وقناعة ما زالت تسيطر رغم الضغوط يا المبدع، أرى ضغوط العمالقة بن فاران، وأيضا هنا المشاغب، وأيضا هنا العملاق. مشغلة تتقدم والمبدع ما زال يبدع مع القناعة في المركز الثاني، وبصمة يا سلام. تحرك المضمرون في هذا الشوط، والثلاثة المراكز الأولى من هجن الشحانية. شوف المنظر، الله، يا سلام، ولكن بصمة تتسلل، بصمة تتقدم، قناعة تحاول، قناعة تصارع أمواج التغيير، وأيضا وصول من سلابة لهجن الشحانية. أشكرك يا الوهيبي، أخذ مني 10 بصمات، نوقع لك بالعشر،
ونبصم لك أيضا على التضمير المميز. لله درك يا العملاق، وين لحقة بصمة، لحقة من وراء من بعيد وهاي تخطف هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية على الفوز بالمراكز الأولى، وأيضا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بصمة 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 تبصم على هذا الشوط ببصمتها التاريخية في هذا المساء. تهانينا وناموس لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني قناعة من أجل الشحانية بقيادة حمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث سلابة من أجل الشحانية بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث وصلت فيه أو الرابعة مشغلة من أجل الشحانية بقيادة سالم بن فاران. المركز الخامس وصلت فيه فواصل من أجل الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وها هي بصمة، من بصمت بأخفها على خط النهاية بالمركز الأول. 6 دقائق 22 ثانية 64 جزء من الثانية. وهنيك يا الوهيبي، وهنيك يا العملاق على هذا التضمير المميز. تهانينا لهجن الشحانية ولسلطان الوهيبي. المركز الثاني نشوف مخرجنا العزيز، يمكن الصورة أوضح عند المخرج. المركز الثاني قناعة من احتلت المركز الثاني. 6 دقائق 23 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني لحمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث سلابة. 6 دقائق 23 ثانية 14 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيها الأعزاء.